دائماً بنحكي عن أهمية الألياف في النظام الغذائي الصحي، وهالأهمية بتزيد خلال شهر رمضان المبارك، كون الألياف بتعطي إحساس بالشبع وبتساعد الجهاز الهضمي وبتحارب الإمساك. وبرافو عليك يا سلامة، الأطباق اللي حضرتيها اليوم للأفطار ممتازة، يعني كوب من شوربة العدس وكوب من سلطة الخضار ونصف كوب من يخنة الخضار بيكونوا أمنوا 36% من حاجة جسمك اليومية للألياف. والنساء يا سلامة بحاجة ل 25 جرام من الألياف يومياً مقابل 38 جرام للرجال، والكمية بتنخفض بعد سن 50 ل 21 جرام للنساء و 30 جرام للرجال. ولأعطيكي مثل، نصف حبة من الأفوكادو بالسلطة فيها 5 جرام من الألياف، وكوب من التوت فيه 8 جرامات، وبالمساء حبة نجاص مع قشرتها فيها 7 جرامات، و 30 جرام لوز طازج وغير مملح فيه 3.5 جرام، وعلى السحور نصف كوب من الفول المدمس في 4.5 جرام. شو تمام؟ والألياف مفيدة كتير للأسنان كونها بتحفز على المضغ، ولا تنسوا أنه تمضغوا الطعام بشكل كتير منيح. رمضان كريم وعساكم دوم بصحة وسعادة.